السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إلى صحيح البخاري كتاب الخمس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه، قال في صحيحه وزنا مع كتابه فرض الخمس، قال رحمه الله: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك. من سخات الأثبات مالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. نعم. قال عن أبي الزناد. أبو الزناد عبد الرحمن أبو الزناد زكوان الزيات. نعم. طلب من زكوان. قال عن سخات الأثبات الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهذه سلسلة معروفة. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. رضي الله عنه. أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. اللهم أمين. جزاك الله خير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. الله أكبر. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة. ومن سخات الأثبات. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة من سخات الأثبات. قال: حدثنا هشام. هشام بن عروة، وهو يعني حديثه بالمدينة أقوى من حديث البصرة، لكنه من سخات الأثبات. قال عن أبي عروة وعروة بن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة، وهو كان فقيه محدثا فقيه النفس، وكان ورعا صواما قواما. قال عن عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيته من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رص لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. قال رحمه الله: حدثنا مسدد. قال سدد بن مصرهد من سخات الأثبات في علاه الجماعة. قال: حدثنا يحيى. يحيى ويحيى بن سعيد القطان. نعم. قال عن سفيان. سفيان هو الثوري من السخات، أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس ويغمر تدليسه في بحر الروايات. أنه قال: حدثني أبو إسحاق. أبو إسحاق هو السبيعي، وهو من قوالب العلم، لكنه اختلط ويدلس. قال: سمعت عمر بن الحارث رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. نعم. هنا في هذا الباب فيها ما باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهذه تؤخذ من قوله: ما تركت بعد نفقة نسائي. هذا تصريحه الآن: ما تركت بعد نفقة نسائي. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على نفقة النساء، وبعدها الباقي كله يكون في بيت من المسلمين. وقال: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدق. وهذا الذي يعضد قول أبي بكر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها أرضاه، عندما جاءت إليه وقالت: من يرثك؟ قال: أولادي. قالت: إذن أنا أريد إرثي من النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك وخيبر. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. وفيها في هذا الباب هو أنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك إرثا لأحد، والحكمة في ذلك حتى لا يقال جمع الدنيا لأولاده. وهو أصالة لما يعني قد خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، أشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى جبل أحد ذهبا إلا لشيء واحد، أن ينفقه يمينا ويسارا، ما يبقى منه إلا دراهم عدة للدين فقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقتسم ورثتي دينارا، يعني لو كان هناك ورثة أنا لست ممن ترك إرثا ولا أورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لأن الدنيا بأسرها ليست مشغلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء الدنيا إلا لأمر مهم، هي مهمة عظيمة الله جل في علاه قد وكله بها فعاش لها. ولذلك قال: لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه. علم ما له، هذه وظيفة وظف الله بها، وهذه أشرف الوظائف على الإطلاق. هذه وظيفة وظف الله بها وهي أشرف الوظائف على الإطلاق. أشرف ما يكون من عمل هو أن يكون لله جل في علاه، وأن يكون يعيش حياته ويعيش عمره لله جل في علاه. لذلك قال: لا يقتسم ورثتي دينارا. وطبعا المجاز هنا في ورثتي، إن قلنا من المجاز لأنهم ليسوا ورثة، ولأنه لم يترك شيئا، هم ورثة على أساس أنهم أصول وفروع. قال: ما تركت بعد نفقة نسائي. ما تركت بعد نفقة نسائي
ومؤونة عاملي فهو صدق. فانظر أيضا يجب عليه أن ينفق على عامله، فقال فهو صدق. وما في الحديث الثاني قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلت ففنى. سبحان ربي العظيم. وأقول ما في بيتي من شيء، يعني أن السلام ما ترك لها شيئا إرثا، وهو طبعا هو في بيتها، ومات السلام هو في بيتها، فهو ملك لها، يعني ما استجدته وليس إرثا، بل هو ملك لها، لأنه قبل ما مات السلام كان عندها الشعير. قالت إلا شطر شعير، يعني وسط نصف شعير، إلا شطر عيف في رف لي فأكلت منه حتى طال. يعني شوف البركة وهو أنه يأخذ الطعام ويأكله، ويأخذ الطعام ويأكله، وتأخذ الطعام وتأكله، وتأخذ منه وتأكله. ثم قالت هذا لا ينتهي، وهذه البركة. لذلك استنبط بعض العلماء على أنه من السنة ألا تكيل ما عندك، لا تعد، حتى لو أخذت المال خذه ببركة واجعله كذا لا تعد، إلا إذا إن خشيت أنه مال يعني عند بعضهم وترى أنه ليس بثقة، فلك أن تعد خلفه حتى تعلم أنه أتى بما عليهم. لكن إذا كنت تعلم أنه أتى به وأن المال هو ضعه في يدك وضعه ولا تأخذ، وإن أخذت منه فلا تعد ما أخذته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تحصي فيحصي الله عليك، لا أسماء، ولا توكي فيوكي الله عليك. وهنا قالت عائشة رضي الله عنها قالت فأكلت منه حتى طال، يعني البركة فيه لا ينتهي، مع أنه وسط شعير فتأكل منه ولا ينتهي. ثم قالت والله لأكيلنه، قالت فكلته ففنيا. هذه فيها دلالة على أن البركة في الإبهام، لأنك لن تعد على الله جل في علاه. لما أتى أعطى سلم أبا هريرة جرابا فيه تمر، أعطاه جرابا فيه تمر وقال كل منه ولا تحصيه، جراب فيه تمر قال كل منه ولا تحصيه. أكل منه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل منه في خلافة أبي بكر، وأكل منه في خلافة عمر بن الخطاب، وأكل منه في خلافة عثمان، حتى ضاع منه في خلافة عثمان رضي الله عنه. رأيت 12 سنة يأكل ولا ينتهي. هذه فيها دلالة واضحة جدا على البركة في هذا الباب. لذلك قالت فأكلت منه حتى طال من البركة. قال فكلته ففنية في هذا الباب. ومن حديث الثالث بها قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته والبيضاء وأرضا تركها للصدقة. انظر أن من انشغل بالله جل في علاه كفاه الله كل الهموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمح. وقد جاء عن عمر بن الخطاب موقوفا ومرفوعا من شغل بالله كفى الله كل الهموم. أنفق بلان ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. إن كنت لله حقا فإن الله يكفيك مؤونة كل شيء، إن كنت لله حقا. وفيها جواز الادخار، يدخر نفقة عام لأزواجه، وهذه لا تنافي التوكل. روى مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أطعمنا، فقال ما عندي إلا صبر تمر خبأناه لك. قال ما تخشى أن يخسر الله به في نار جهنم؟ قال أنفق بلالة يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والحديث له طرق يقوى بها. شوفوا كان في ضيق العيش عنده، وكان الذي يملك شيئا فإذا زاد عنده كان لابد أن يتحف فيه إخوانه ويحسن إليهم به، حتى فتح الله عليهم فكان لهم الادخار. وأنت تعرف ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، الآن فكلوا وهدوا وادخروا، كلوا وهدوا وادخروا. وفيها زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزهد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. عائشة رضي الله عنها تصف الحال ويمر الشهر والشهران ولا يوقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نار. إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحصي فيحصى عليك ولا توعي فيوعى عليك، وأن عائشة قالت لا أكلن فلما كلته انتهى، هنا فالبركة في الإبهام. لكن هناك حديث المقدام بن معدي كلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. هذا فيه جوابان. الأول أن المراد بكيلوا طعامكم أي أول ما تملكه إياه، لتعلم أن الرجل لم يغشك وأنه لم ينقص من وزنك شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال زن وأرجح. الثاني عند إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولا ويكتل، يعني كيله ثم ذلك لما تخرج منه أبهم، ثم ذلك يبقى ما عندك مبهما فلا تعلم كيله فيبقى مبارك فيه، فيبقى مبارك فيه، فلا خلاف بين الاثنين. الفوائد المستنبطة: معاشر الأنبياء لا 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 يتركون إرثا، طلبوا الآخرة وما طلبوا الدنيا، لذلك ما تركوا درهما واحدا إرثا،
ما تركوه صدقة لله جل وعلا. البركة مع الإبهام، جواز الادخار، ادخار المؤونة للبيت عاما كاملا، وكان يفعل ذلك من سلم، يدخل نفقة عام فلا ينشغل، حتى لا تنشغل، تتعلم الذي ينشغل بأمر عظيم لا يحب أن يشغله شيء عنه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.